في هذه الأثناء مشاهدينا ننتقل عبر الواب مباشرة إلى موفد ليبيا الحدث إلى البريغا رجب بليبلو، أهلا وسهلا بك عبر الهواء مباشرة من البريغا في نشرة الأخبار. رجب أطلعني عن آخر التطورات لديك من ناحية عملية التصدير والبدء فعليا في تشغيل مصفات البريغا، تفضل. نعم مصباح، لربما الأيام السابقة ولا خلال اليومين تم الحديث كثيرا عن مصفات البريغا التابعة لشركة سرت. أنا لا أريد الحديث إلا مع أهل الاختصاص ونقل المعلومة كما هي لكي تكون بصورة صحيحة والعلمية لكي تصل إلى المواطن. أستضيف معي المهندس فضيل عبد المولى مدير إدارة التصنيع بشركة سرت. أولا باشمهندس أهلا وسهلا بك. أهلا بكم ومرحبا بكم في أحد القلاع التابعة للمؤسسة الوطنية نفط، مرحبا بكم. باشمهندس يعني سوف حنحكي معاك بالليبي يعني باش الناس نكونوا اكثر واقعيه منهم، حنتبعد شويه عن طريق عن اللغه العربيه. سؤالي شن هي مصفات البريغا؟ يا ريت تعرف الناس على المصفاه شن هي. طبعا مصفات البريغا من اقدم المصافي في ليبيا قد او تكون في شمال افريقيا من اواخر الستينات، تعمل بطاقه استيعابية 9000 برميل في اليوم من النفط الخام، هي تقوم بتكرير النفط الخام لاستخراج المحروقات. طبعا المنتجات من المصفاة تقتسم إلى أو تنقسم إلى الزيت الثقيل استعماله بسيط حاليا اللي هو في محطات التحلية، ممكن في بوترابة وسوسة، وفي الإسمنت في المنطقة الغربية في مصنع البرج في زليتن، والفائض منه يتم تصديره. الديزل ما بين 350 ألف إلى 400 ألف لتر يومي، البنزين الطاقة الإنتاجية حوالي 150 ألف حاليا نتيجة مشاكل فنية، حوالي 90 إلى 100 ألف لتر يومي. الكيروسين أو ما يستخدم في كمنزلي أو نستخدمه فيه كوقود طيران حوالي 90 ألف لتر في اليوم. إضافة إلى ذلك اللي هو منتج النفط الخفيفة نأخذ منها ننجو منها في البنزين، والباقي يمشي إلى أو يوجه إلى خزانات شركة سرت التابع إدارة المرافق، ويتم تصديره ضمن المكثفات اللي يتم تصديرها خارج البلاد. باش مهندس يعني بكلامك هذا يعني نقدر نقوله ان نحن حنتخلصوا من أزمة الوقود واستيراد الوقود الخفيف وايضا والثقيل، ولا هذه مساهمة من الشركة لتخفيف العبء سواء في الاستيراد او سواء في عمل في محطات الكهرباء؟ يعني الموضوع مربوط ببعضه، يعني هو مربوط ببعضه، لكن ما ننساش احنا في البداية قلنا ان القدرة الاستيعابية للتكرير 9000، وهذه قدرة بسيطة جدا جدا، كانت في بداية الستينات لما كان يعني الطلب على المحروقات بسيط جدا. نحن الآن الطلب زاد، المنطقة الشرقية استهلاكها للكهرباء يعني يحتاج ملايين اللترات، احنا انتاجنا 3 مليون من 350 إلى 400 ألف، لكن حيكون مساهمة في سد العجز على الأقل تستكفي شركة سرت. الحفارات احنا عندنا حفارات اشتغلت في مساهمة في زيادة إنتاج النفط الخام، زيادة على محطات التزود بالوقود في المنطقة، وتدريجيا كل ما زاد الإنتاج وزاد نبقوا نتوسعوا شوي بشوي، ولكن حيكون مساهمة فقط. تمام. الناس يعني حاطة الحمل اليومين اللي فاتن واليوم علي مصفاة وعلي شركة سرت، والكل كان يتحدث أن سوف تنتهي هذه الأزمة. يعني أنت رسالتك كيف توضحوا، يعني يريد نوضحوا الصورة أبسط للناس أن نحن الآن قاعدين نساهم في يعني رفع المعاناة. نعم. على المواطن. برأيك هل هناك حلول أخرى؟ يعني هو الحل الجذري، طبعا أنت عارف أن المشاكل هذه بدأت مع إيقاف التصدير، اضطرت الشركات إلى ضروري نرجع لنقطة مهمة، أن جميع أبار الغاز سواء في شركة سرت أو في غيرها أبار مصاحبة، الغاز ما يطلعش من المكمن أو البير إلا مصاحب بزيت خام اللي إحنا نقوله البترول، أو مصاحب بمكثفات أو ما يسمى بالنفط الخفيفة، وهذه المنتجات جيلي خزانات، والخزانات هذه مصممة إلى ساعات تخزينية معها تصدير، لما توقف التصدير
امتلأت الخزانات، نفدت السعة التخزينية، اضطر إلى قفل الحقول. تو احنا اليوم امس شغلنا المصفاة الحمد لله، الليلة جاري تشغيل وحدة انتاج البنزين، بكرة مع اخر النهار حيكون الانتاج، يليه وقود الطيران، عندنا تو مصنع الميثانول، ونحن حنحكوا الحل الجذري اللي ينهي مشكلة الديزل. وهذا اللي يبوه الناس، الحل الجذري. الحل الجذري، احنا تو عندنا مصنع الميثانول جاهز للتشغيل، مصنع الميثانول الأول بقدرة استيعابية شهرية إنتاج حوالي 22 ألف طن، هذا جاهز للتشغيل. اللي مانع تشغيل مصنع الميثانول هو أن مصنع الميثانول يتغذى بغاز الحطيبة. حقل الحطيبة ينتج من 90 إلى 95 مليون قدم في اليوم غاز، يتم توجيهها إلى مصانع أو المجمع البتروكيميات. الفترة الحالية الغاز الحطيبة بالكامل يوجه للكهرباء، فلسد أو مساهمة في توفير الغاز للكهرباء، حقول شركة سيرت بالكامل اللي هي إنتاجها يوجه إلى شركة الكهرباء مع استعمال بسيط داخل محطات شركة البريغا، شركة سيرت اللي لا يتعدى 25 مليون أو 20 مليون. نحن توا في انتظار عودة حقل بطنفل والفارق اللي يتبع شركة مليتا وشركة الواحة. هذين اللي قبل الأزمة كان مساهمات، هذين يعطن فينا من 100 إلى 150 200 مليون. لما يرجع حقل بطنفل وحقل الفارق حيتم تسريع حقل الحطيبة بالكامل، حيرجع الميثانول يشتغل، حنبقوا نحن قادرين أن نعاطوا 250 مليون اللي تطلب فيها شركة الكهرباء عبر خطوط النقل. يجب يعرف المواطن أن شركة سيرت مش هي اللي تملك كل الحقول، بعض الحقول زي ما قلنا بطفل والفارغ هن عبارة نحن حلقة وسط ما بينها وبين شركة الكهرباء، من حقول اللي هن في الواحات يجي الحقل الساحل يربط على الخط 36 ب، ومن ثم يجي المحطات البريقة اللي ترفع الضغط وتمشي شبكة الكهرباء الشرقية. حاليا نحن ما نزودوش المنطقة الغربية، بل بالعكس احنا مليتا تغذي لعند راس لانوف والامور تمام. نحن التزام المنطقة الشرقية حاليا بالمتاح. لما يرجع بطفل والفارغ حنلقوا نحن ما عادش استعملنا الديزل، محطات الكهرباء حتاخذ المستهدف من الغاز وتستغني عن استخدام الديزل، وبالتالي المواطن حيلاحظ ان الديزل رد نفس ما كانش عليه طلب، المحطات متوفر، فحيكون متوفر طيب بالكامل باذن الله. نعم، ونحن يسمح لنا بإعادة تشغيل مصنع الى المعلومات، الى مجموعه من المعلومات. حقل بالطفل والفارغ هل سوف تعود الى العمل مجددا وتنتعش وتقدر تزود شركه البريغا، شركه سرت لانتاج وتوصيع النفط والغاز، تقدر يعني تزود شركة الكهرباء بالكمية المطلوبة من غير أي نقص من غير كذا، وينتهي موضوع طرح الأحمال؟ هل في أي مشاورات أو أي معلومات عن انتهاء أزمة بالطفل والفارغ؟ الزميل مصباح يسأل هل هناك أي أخبار أو مشاورات أو حديث على عودة حقل بالطفل والفارغ للعمل خلال هذه الأيام؟ والله هذه طبعا حتكون خاصة بسياسة المؤسسة، هي طبعا نفس الشيء زي ما نحن كنا نعانوا من ارتفاع مخزون في المكثفات والنفط الخام، أعتقد هم مرتبطين بزويتينا، ففي خزانات مضطر إفراغها قبل، هي مشكلتهم توقفهم زي أي حقول أخرى نتيجة ارتفاع المخزون أو نفاد السعة التخزينية. بمجرد ما يخشن سفن ويأخذن المنتج هذا، أنا يعني حيكون إعادة التشغيل هذه الحقول مباشرة بإذن الله. هي طبعا تتبع شركات ثانية، لكن هذا المتعارف عليه في العملية الصناعية. مصباح، يعني لربما أنا سوف ألخص يعني الحل لأزمة الكهرباء حسب ما نقلت عن البشمهندس. يعني أولا، في حال عودة حقل الفارغ وبالطفل إلى العمل، سوف يعمل حقل الحطيبة. حطيبة قاعد شغال، الحطيبة شغال، الحطيبة شغال، لكن حطيبة احنا تو نستعمله فيه للكهرباء. هذا حيسمح لي بعودة مصنع أمونيا ومصنع ميثانول، إعادة تشغيل المصانع، ولكن الحقول هذين حيعطني غاز
بكفاية، يعني كمية كافية لتشغيل محطات الكهرباء، وبالتالي عدم حاجة شركة الكهرباء في اللحظة هذه أن يستخدموا ديزل واجد، وبالتالي يعني تعود المحطات يعني ديزل متوفر، وال يعني تنحل مشكلة أزمة الشاحنات والطلب على الديزل. نعم. مصباح، يعني الفارغ وبالطفل في حال دخولهم إلى الخدمة رسميا سوف تنتهي مشكلة الكهرباء، وسوف يقوم الحقلان بتوزيع بضخ الغاز إلى شركات الكهرباء أو لمحطات التوليد، مما ينتج عنه الاستغناء الكامل عن مادة الديزل، وربما يكون استخدامها بسيط جدا. يعني الأزمة في دينا، حلها في دينا، أي بمعنى أن من يختلق في الأزمات منه وفينا، خلينا نحكم الليفيكي تمام. فيعني نحن من خلال واجبنا الصحفي تحرينا على الموضوع وتقصينا حتى وصلنا إلى الحل الجذري. الآن نحن نضع هذا الحل في يد المسؤولين. ليبيا الحدث خلال هذا الأسبوع كثفنا من حملاتنا لمعرفة أزمة الكهرباء، أوجدنا الأزمة الأولى في عدم إيصال الأنابيب إلى محطة السرير للتوليد عن طريق الغاز. هذه الأزمة الثانية حليناها وجبنا المفتاح متاعها بعودة حقلين إلى العمل. نعم، هل عندك إضافة باشمهندس؟ واحدة اللي هي حب من هذا المنظر أن يتوجه بجزيل الشكر والعرفان للجنود المجهولين اللي في الحقول، اللي رغم الظروف الأمنية، رغم جائحة كورونا، يعني نحن في خلالها 6 شهور كان ضروري التباعد الاجتماعي، ضروري كذا، الناس هذه آلت على أنفسها إلا أن تكون في المواقع. التباعد الاجتماعي ما قدرناش ننفذوه، يعني موظفين في الحقول عن أسرهم بسبب الظروف الأمنية في 3-4 شهور، مقابل أن تستمر عجلة الإنتاج، يستمر تدفق الغاز للكهرباء، ضحوا مثلهم مثل أي جندي في أي موقع. فأنا من هذا المنبر يعني أتقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان، ويجب كل مواطن ليبي أن ما ينساش فضل الله سبحانه ثم هالناس هضوم اللي راهم، يعني هضوم هم الجنود المجهولين اللي قاعدين يسهروا ليل نهار، عمل الحقول والمصانع 24 ساعة، يعني ما فيش عشية، وعمل 24 ساعة ناس تسهر طول الليل علشان توصل الغاز لمحطات الكهرباء، علشان توصل الوقود. نحن عندنا أول لنا يومين نشغلوا في المصفى ناس تشتغل ب 16-18 ساعة تشغيل وصيانة، في سبيل أن اليوم فرحانين ومبسوطين أن بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة نتمكنوا من ضخ حوالي 800,000 لتر شركة البريقة، نقول لهم وزعوهن هذين ديزل، وزعوها المحطات والمناطق القريبة. نعم، شكرا جزيلا لضيفك المهندس فضيل عبد المولى، مدير إدارة التصنيع بشركة سيرت لإنتاج والتصنيع النفط والغاز، والشكر موصول لك أنت أيضا موفد ليبيا الحدث إلى البريقة رجب ليبلي، وكنت معي عبر الهواء مباشرة من هناك.